سامعين الحويني؟ انا مسمع الشعب المغرب، احنا عارفين الكلام ده هنا، عرفناه من زمان. الناس بتوع المغرب لسه ما وصلهمش الكلام ده، قاعدين بيجملوا في الصوره اللي موجوده في الجماعه بتوع مصر السروريه، الحويني ويعقوب حسان والسعوديه ناصر العمر والعريفي وسلمان وعبد الرحمن عبد الخالق في الكويت وجماعته. مش عارفين يدركوا ان هؤلاء اخطر الناس على امه محمد صلى الله عليه وسلم. ادي الحويني بيقول اكبر مصيبه، نسمعه تاني. انت كده وتقعد تلعب دبلوماسيه، اوعى تلعب دبلوماسيه وانت تدعو الى الحق. عشان كده الشيعه الداعيه لا يجوز له ان يتلبس بالحلم السياسي. اسمع يا مغراوي، الداعية أبو إسحاق الحويني بيقول، خلي بالكوا أبو إسحاق الحويني كان هو بيقول الكلام ده على نفس الطريقة والمنهج اللي راح سأل فيها الشيخ الألباني عن الأحزاب السياسية والديمقراطية والنظام اللي حصل أيام الإخوان. فالألباني قال له لا، ما نعرفش الكلام ده، نحن دعاء إلى الله عز وجل، ندعو الحاكم والمحكوم إلى الالتزام بمنهج الله عز وجل. التزموا خير، ما التزموش يتحملوا. ابو اسحاق الحويني على الطريقه دي بيقول لك اوعى وانت داعي تشتغل بنظام ولا حزبيه ولا انتخابات ولا كمين. اسمع يا اخوان، حزب سياسي معناه انه لازم يلعب سياسه مع خصوم ليسوا شرفاء، والسياسه حيث توجد المصلحه، المصلحة يضع يده في يد الشيطان الرجيم، اخذه بالحوض مش هحط دي في ايده بس، هي دي السياسة. يا اخوانا اللي بيقول الكلام ده مين؟ مين؟ شيخ السرورية في مصر ابو اسحاق الحويني، مش حسان. حسان ده يجي يعني تحت درس ابو اسحاق، وان كان حسان طمة وكارثة سودة برضه. اسمع، ملهاش علاقة بالمبادئ والاخلاقيات، السياسة تتبع المصلحة أينما كانت، إن شاء الله يكون مع الشيطان. فأنت لما يكون خصومك في السياسة ليسوا شرفاء، وعايز تتكلم بالدين مش هتعرف تتكلم دين. يا تلعب معاهم بالدين يا إما هيطردوك بره ويقول لك أنت خالفت شروط الحزب السياسي. آه. يا تلعب معاهم بالدين. خلي بالكم النص ده. وده اللي عمله ابو اسحاق بالضبط. الراجل بيتكلم عن نفسه، تلعب معاهم بالدين. عليهم الله ما يستحق، هو والمغراوي لعبوا بالدين ووقفوا مع الاخوان المسلمين وضربوا الامه في مقتل، لعبوا بالدين. اسمعوا الحويني بيقول ايه. وخالفت شروط ترخيص الاحزاب وخالفت كذا، او يجتمعوا جميعا وينفروا الناس منك. هترجع في الاخر بخفي حنين تلعق جراحك يا ولده، علشان ترجع لصفوف الدعوه تاني هتكون روحك سمعتك راحت. مش هتكون انت الداعيه بقى اللي طول عمره واقف على الحق. الله اكبر. اللي بيتكلم عن ابو اسحاق هو ابو اسحاق، الراجل يتحدث عن نفسه. انت لعبت بالدين يا ابو اسحاق، وما عادش هو ابو اسحاق اللي كان له شنة ورنة. ليه؟ الاعلام ما نفعكش، لان انت ما ثبتتش على المبدأ. اوعى تلعب سياسة. اسمع ابو اسحاق بعد شوية هيقول ايه. طردوك من السياسة ولا تستطيع أن تكون داعية أبدا. نحن أيوة هنا بقى امسك أبو إسحاق مع مين؟ مفاجأة. أبو إسحاق هنا مع عبد الحميد أبو النعيم المغربي السروري، وهو بيقول عكس اللي قاله من شوية. يقول لك شوف بقى
احنا السياسة دي ضرورة ما نقدرش نستغنى عنها. اسمعوا يا اخوان، انا بعد الكلام ده لاخواننا في المغرب خلاص عرفناه، وانكشف ابو اسحاق وانه هو وعبد الرحمن عبد الخالق واحد. هؤلاء سرورية اخوان لبسوا ثوب السلفية زي ما قلت لكم بالضبط كده، كوباية حطوا فيها عصير فواكه مع نص الكوباية التاني جايبين من مجاري بتاع الاخوان وحاطينهم في خلاط ويقول لك اتفضل ده العصير الحديث السلفية. لا لا لا، اضحكوا على مين؟ اسمع ابو اسحاق. الان واقعنا في كل الدول هو كده، ما لا يستطيع مثلا مثلا تاسيس الحزب السلفي حلمي المرأة وحلمي الوطن او الشيء صار ضروري، صار ضروري حزب النور وحزب معرفش ايه، الان صار ضرورة. يا الله، يعني ايه هنلعب سياسة يا ابو اسحاق؟ اه نلعب سياسة، نزل الناس في انتخابات. انا لا ارى مندوحة في اختيار الرئيس مرسي، رجل له برنامج انتخابي واضح ومنهج واضح، ورجل يسعى الى تطبيق الشريعة، فلا يجوز لاحد ان يتخلف عن انتخابه او ان يبطل صوته، لازم ينزل قدام الصندوق ويلعب سياسة. يا مغراوي عيب تخدع شعب الجزائر انت والحرافيش اللي معاك، عيب. ليه؟ عشان ايه؟ ما تخليك ثابت على الحق. طيب يعني ما نقدرش مثلا نعتزل الحكم كله، احنا ما نقدرش نعتزل الحكم كله. انت دخلك ايه دلوقتي؟ انت كنت من شويه بتقول ما نلعبش سياسه، ده ابو اسحاق يا اخوانا. واحنا اساسا كل فكرتنا قائمه على اعاده حكم الاسلام. بقول لك كل فكرتنا اعاده حكم الاسلام. ليه؟ اعاده حكم الاسلام؟ يا هو الاسلام ماهوش موجود؟ ولا موجود وفيه نقص؟ ولا انتوا شايفين ان المجتمعات الاسلامية طالما ما يشتبع الاخوان يبقوا كفار زي ما قال حسن البنا؟ اسمع، البلاد التي نفسها ضرورة كالمرض، ازاي ناخد الكلام ده بقى ونسقطه على المغرب اللي بيسأله مين؟ عبد الحميد ابو النعيم السروري. والمغرب مش فيها ضرورة، بس ازاي ناخد الكلام ده نطبقه على المغرب؟ اسمعوا هذا الرجل ماذا يقول ابو النعيم السروري ده، عشان تعرفوا ان الناس دي لو كانوا صادقين فأول حاجة كان يعملها السلفي، عشان تعرفوا ان هو سلف، أول حاجة يعملها يجيب الراس الكبير حسن البنا، الواد حسن البنا اللي خرب الدنيا، تجيب حسن البنا وتفضحه، تتبرى من فكره، تنقض كلامه اللي خبيته في مجموعة الرسائل على مدار سنين طويلة على أساس ان حسن البنا هو مؤسس والمجدد اللي ما جابتوش ولاده، والحقيقه ان هو نجس امه بكلامه اللي شفتوه، اما يجعل الاسلام في جماعه الاخوان وبقيه الناس ما هماش مسلمين. اسمعوا ابو نعيم السروري بس على اساس اقول لكم منهج الرجل التكفيري ده. فهو عجبا كيف اهتز العالم مستنفرا المذابح، العالم بلاد بعيده في امريكا اللاتينيه شعوب، وقام الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
هني ويوافق ويساني ويبارك هذه المذبحة وهذه المقتلة وهذه الفرائض. الرجل بيقول العالم كله وقف واهتز على المذبحة اللي حصلت في ربعة. طب انت يا راجل خلي عندك شوية دم كده وقول لي بتوع الاخوان عيب عيب تحتلوا الطرقات والميادين 45 يوم وتكونوا قاعدين في الشوارع تموتوا الناس وتعطلوا مصالح الناس وتتآمروا على بلادكم. والله لو كنت نصحتهم النصيحة دي لكان أفيد لهم دلوقتي وكانوا ممكن يكونوا هم اللي ماسكين حكم تاني. لكن الله أعماك عن الحق وبدأت تعيب في الملك عبد الله اللي نظر نظرة ثاقبة حفظ الله بها البلاد والعباد بدل ما مصر بقت نسخة من سوريا. ادي الشيخ المشايخ دول عندهم اسهال فكري بسبب حسن البنا. ساعتها يجي ما مش عارف يمسك نفسه يا راجل استنى شوية. لا مذبحة حصلت مذبحة مدفع كان ومين متسبب فيه ومين ابنه كان زي الحجر اللي كانت محتاجة الى كسرها. مش بتوع الاخوان اللي قاعدين في الطرقات مش محمد حسان السروري شاهد على المصالحات اللي حصلت واول من غدر وخان هم الاخوان بينهم وبين الجيش. قول يا اخويا قول. ملك عبد الله بن عبد العزيز رجل محصر في الامه قدم خدمات في ساعد واهل عندهم وزن دياله وانا له منا كل احترام لكن في هذه المساله قد اخطا. عشان وقف مع مصر قد اخطا. امال كان يوقف مع مين؟ يوقف مع الروافض اللي مرسي دخلهم مصر. يوقف مع المصيبة السودة اللي هم عملوها في مصر. انا كنت مجهز لكم قصة طويلة بس الوقت بيعدي بسرعة للأسف.